السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة قوية جدا اسمها سيدر، دي بتسطبها في المتصفح بتاعك، ففي أي وقت أروح دايس هنا سيدر تبدأ تشتغل معايا. تقدر تسألها أي سؤال كان شات جي بي تي وجي بي ناي، فأجي هنا وأختار بقى أنا عايز أكلم مثلا سيدر ولا عايز أكلم شات جي بي تي 4 ولا كلاودي ولا جيميني ولا جيميناي ولا لاما ولا إيه اللي أنا محتاجه. تمام، وفي إمكانية إن أنا أخد صورة، تمام، سكرين شوت، وأقول له اشرح لي اللي موجود في الصورة دوت، أو أقول له طلع لي الكلام الموجود، يعني في كلام كتير موجود في قلب الصورة، هو يبدأ إن هو يتعامل معي. زائد إن أنا ممكن أطلع له ملف بي دي إف أو دوكيومنتس ويبدأ إن هو يتعامل معي، يعني شات جي بي تي بتناقش صورة أو بتناقش حاجة موجودة. تمام، ممكن أقول له اكستراكت تيكت تكست او اقول له ديسكريبشن او وصف لي الحاجه دي. طيب تعال نشوف ايه الحاجات اللي موجوده جواه. عندي هنا الشات جي بي تي، وعندي هنا ريدنج يوتيوب سامريز، يعني لو انا عندي فيلم يوتيوب بتفرج عليه اقول له اعمل لي ملخص لليوتيوب دوت، ويقدر ان هو يترجم لي الكلام الموجود لاي لغه انا عايزها، حتى لو الراجل نفسه مش حاطط الترجمه. يعني تعال نشوف الفيديو دوت. الاقي هنا ظهر لي ان انا اقدر اختار الترجمه او اكتب لي التكست هنا اهو، واقدر اختار اللغه اللي انا عايزها. يعني ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايزك تترجم لي الكلام هنا، حتى لو هو نفسه مش حاطط ترجمه لي، ترجمان لي لاي لغه انا عايزها، ممكن عربي انجليزي فرنساوي اردو. تمام، موجود اللغه العربيه واللغه الفارسيه وكل حاجه، فيبدا ان هو يترجم لي للغه العربيه. ممكن اقول له لخص لي الفيديو دوت قبل ما اتفرج عليه، بحيث اشوف هل هو ده فعلا ان انا عايزه ولا لا. تمام، فزي ما انت شايف في شويه مزايا تغنيني عن كذا موقع. كتب لي الملخص اهوت، وعمل لي هايلايت على الكلام، يعني كل دقيقتين بياخد منهم هايلايت كده معينه. طيب وتعال نشوف ايه تاني اللي موجود في الخدمه بتاعته. عندي هنا ان هو يقدر يعمل بي دي اف يترجمه لي لاي لغه انا عايزها. اوبتيكال كاركتر كونايز، يقدر يفهم الكلام موجود في الصورة يستخلصه. ممكن اقول له اكتب لي مقالة، ممكن اقول له اعمل لي جرامر تشيكر، يقدر يكتشف اذا كان في مشاكل. ممكن ادي له جملة واقول له اوجد لي حاجات افضل. الميزة ان هو موجود معايا في اي لحظة، اي حاجة بعلم عليها كده بيبدأ يقول لي انت عايز ترجمها، تمام، ولا عايز تلخصها، وراح مترجمها لي. فطول الوقت انا بستفيد منه ان هو موجود معايا على طول، فان شاء الله يعجبكم.